تمام، عندي هذا السؤال. حكى لي أهولو تيليتيوب، هولو يعني مفرغ، وهي هو رسم لي إياها، نقاط زي هيك، حط لي هاي السكشن. تمام، قال لي انسايد ديميتر 100 واوتسايد ديميتر 120، يعني القطر الخارجي 120 والداخلي 100. قال لي في عندي عليه تنسايل لود، يعني لود تنشن، يعني لود بشد، يعني هذا راح يشد. يوجد النورمال ستريس للفورس 300، اذا الفورس 300 يلا الستريس نورمال، الستريس بيساوي على A. الA قديش الA بدها تكون؟ هنا اريا مفرغة باخذ بس انا هاي الاريا باخذ بس هاي. كم هاي الاريا؟ باي على 4، 120 تربيع ناقص 100 تربيع اللي هو ديميتر الثاني، يعني زي كني انا بحكي فعليا باي على 4، 120 تربيع ناقص باي على 4 في 100 تربيع. اللي بده يسال ليش القطر مربع، يعني ليش انا باخذ هيك، يعني كيف؟ طيب وكم الفورس 300؟ عوضها تطلع معي الستريس. الفرع الثاني بيقول لي اذا الستريس 120 اوجد بي، نفس الطريقه بس يعكس نفس القانون بس يعكس. طيب هذا نرجع هذا السؤال، سؤال الفصل الماضي صفر وبعد اصلا يقول لي أكولم of variable circular cross section. قال لي هذا circular section، تمام، يعني دائرة، يعني أنا هاي البي بتأثر على دائرة، هاي هيك بتأثر، هاي هيك، هاي هيك. It's subjected to axial load، يعني load axial يعني محورية، يعني عن محور، يعني ما في عندي أشياء رح نأخذها لبعدين. قال لي أوجد قيمة بي، أوجد قيمة بي، مش معطيني قيمة بي، معطيني ثلاث قيم. يقول Allowable compressive and tensile stress 140، يعني بالنسبة للستيل قديش عندي ستيل أنا؟ في عندي ستيل هون وفي عندي ستيل هون. بيقول لي الكومبرسيف والتنسايل ستريس إله كم؟ 140، تمام؟ يعني إذا كانت اللود كومبريشن أو اللود تنشن أنا راح أعوض 140، تمام. يلا بدي أوجد الفورس بي، بيدي لهون بأخذ سكشن لهاف، طبعا بأخذ قبل اللود الثاني، كل مرة بأخذ هاي اللود هون لود هون زي هيك، ما باخذ انا، يعني مش اذا قطعت اللود بالنص بدي احسبه، لا لا خلص اعرف انه كل مره مكان ما السهم بياثر بتمشي. يعني اقطع هون الستريس، هذا ايش بيكون الستريس؟ الستريس هذا هيطلع، يعني لو بدي ارسم زي هيك هاي الفورس بي مجهوله، فانا مشان يكون متزن بده يكون زي هيك. هاي القوه الداخليه، القوه الداخليه داخله بالجسم صح؟ يعني كومبريشن، يعني بدي استعمل الكومبرسيف ستريس. اصلا الكومبرسيف بيساوي التنشن، فبدي اعوض 140 بدها تساوي الفورس بي، ما بعرف كم هي، طبعا ما فيش داعي للاشاره، على الاريا. الاريا كم؟ الراديوس 2.5، يعني باي ار تربيع. بس اذا اعطاني ار اعوض باي ار تربيع، اذا اعطاني دي اعوض باي على 4 دي تربيع. يلا معي باي ار تربيع 2.5 تربيع، راح طلع قيمة لبي، ما بعرف كم تطلع معي قيمة لبي، خليها حطها بالحسبان بس مش اللي بدك تحطها بالخيارات. المكان الثاني ستيل من هون، عندي كم الفورس راح تكون؟ بي زائد 200، يعني 140 تساوي بي زائد 200 على باي، كم الراديوس هون؟ 3 تربيع، تطلع معي قيمة لبي. هسه الكونكريت قال لي الكومبرسيف له 80 والتنشن له 10، اقطعهم، ممكن يكون تنشن ممكن يكون كومبريشن، ما بعرف كم الفورسات عندي هون. 1000 ناقص 200 ناقص بي على باي 15 تربيع. هسه ايش انا اذا بدي افرض تنشن بعوض 10، اذا بدي افرض كومبريشن بعوض 80، بس بحط ايش؟ سالب بر، يعني هون السالب راح تهمني، تمام؟ السالب هون راح تهمني. ف طلع معي ثلاث قيم بشوف شو السالب. فعندي هون الفورس الاولى 274، الفورس الثاني كذا، وهي بالنسبه للكونكريت لما عوضها تنشن عوض 10. حل طلع معي ثلاث قيم، اخذ السيف من 93 ل 195. هسه بالامتحان طلع معي الثلاث قيم هذول الثلاث بالخيارات، اي وحده باخذ؟ بدي اجرب اعوض
مرة 274 بحط عند البي وبحل بشوف إذا أعطاني هنا stress compression أو tension بشوف شو بصير معي بشوف إذا وطبق لي إنه أكبر من أقل من هذول الثلاث ولا لا. إذا كان أقل من هذول الثلاث هي القيمة اللي راح تأخذها. يعني إذا أنت أخذت 274 إذا أخذت 274 ممكن واحدة منهم تكون أكبر فبالتالي مش راح أحط بالخيارات لو أموت. لما تعوض 195 ممكن ما بتعرفش إذا الثلاث راح يكونوا آمنين. بتجرب راح تظلك تجرب ليطلع معك الجواب بالخيارات. هذا كان بالنسبة لنا أصعب سؤال الفصل الماضي. ما حكينا بس طيب هذا السؤال عادي نفس الشيء اخطاء 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 فكرة الأسطوانة تقريبا خلصنا. هذا بس هنا هذا سؤال نفس السؤال اللي اخذنا قبل شوي بس هون الاريا هون دائرة اطرح مساحة دائرة ولا لا. بكل بساطة انت ما بتطرح مساحة دائرة. لما تاخذ السكشن انت كيف راح تشوف هاي انت راح تطرح منها زي هيك بس راح تطرح هذا الشيء راح تطرح 16 يعني الاريا بالالمنيوم عبارة عن 30 ناقص 16 في 4 تمام. يعني انا بشوف انا لما اطلع زي هيك انا ايش بشوف بشوف انا عبارة عن خط زي هيك ما بشوفه دائرة. انا لو بشوفه دائرة باخذ محيط الدائرة اما انا بشوفه مستطيل شوفه مستطيل. واكبر مثال عندي زي هيك لما انا اطلع لما انا بدي اخذ المساحة هاي لما بدي اخذ المساحة هاي هيك 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 لما اطرح ايش بطرح انا مش هيك انا بطرح بس هاي هذا ايش مستطيل فبطرح دايميتر نفس هاي فكرة بالضبط بطرح دايميتر ما بطرح محيط لجوا انا هيك شفت بس طرحت هذول تمام. هذا الحكي كله ياته في حالة ايش اشكال معينة. يعني لو تفوت على الكتاب راح تلاقي شكل هيك مثلا راح تلاقي هون عظمة العظمة قال لي لها دايميتر داخلي وخارجي الاسترس لها كذا اوجد الفورس اللي بتحمله الاسترس اللي بتحمله العرض العظمة او اوجد الدايميتر للعظمة المناسب. يعني كل نفس الاشكال بس كل نفس المبدا الفورس 1200 الاسترس 3.8 الاريا 25 تربيع ناقص الدايميتر اللي بده اياه تربيع هيو. يعني هذا خلاص هون احنا صح نشتغل على الوصلات. انا هذا الزوم راح ينتهي هنا باليوم بامثله الوصلات تمام. دقيقه بس الوصلات لما يكون عندي وصلات زي هيك انا كيف بدي احل الاسئله اللي زي هيك. طبعا ممكن يطلب مني نورمال يطلب مني شير يطلب مني بيرنج هون بطلب مني كل انواع الستريس. طيب بقول لي هون each of vertical links has an 8x36 مليمتر يعني هذول عبارة عن لينكات. هاي لينك الأولى وفي لينك من الجهة الثانية وفي لينك من هاي الجهة وفي لينك من الجهة اللي جوا تمام. في عندي أربع لينكات مربوطين ببعض هم rectangular section يعني هم عبارة عن مستطيل مساحته 8x36 ماشي. قال لي كلهم مربوطين ببراغي بنز قطرهم 16 يعني مربوط ببرغي من هون 16 مربوط ببرغي من هون 16 تمام. هذا ديميتر له 16 وهذا ديميتر له 16. قال لي determine the maximum value of average normal stress in the links بالنقاط B و D يعني بده وصل B D وبالنقاط C و E. طيب أول خطوة نعملها بتتذكروا لما شرحت لكم أول الزوم الثاني أو آخر الزوم هذاك عن حالات الاستاتيك لما يكون عندي وصلات زي هيك وبدل الوصل بقوه راح تقول لي هسه انا الفوق بطل بمسك الوصله اللي عليها الفورس وين الفورس هي 20 بمسكها زي ما هي برسمها تمام عليها فورس طالعه منها 20 وفي عليها وصله لتحت هاي الوصله هي طلع هيك مش هكذا ارسمها بس هيك صراحه هاي الوصله صح ايش بعمل موصولة تحتها وصلتين صح زي هيك وصلي هون وصلي هون هذا مربوطات البراغي. طبعا موصولات بجزء ثابت بالنهاية موصولات بجزء ثابت موصولات البراغي اللي حكينا عنهم ابو 16 ملي هذول 16 ملي. هسا ايش بعمل قلنا لما نشوف زي هيك مباشرة بدل الوصلة بقوة بدل الوصلة بقوة بدلها يلا
بدلها بقوة أنا ما بعرف اتجاهها، فبخليها زي هيك، بخليها زي هيك. المسافات بين البراغي هاي ربع وهاي بوينت فور لهون. يلا معي. أول شيء بدي أحدد اتجاه الأسهم. ليش بحدد اتجاه الأسهم؟ مشان أعرف إذا تنشن أو كومبريشن. خذ المومنت بالنص، هاي بتعمل لي 20 مع عقارب الساعة، فأنا إجباري بدي هيك تعمل لي 20 عكس عقارب الساعة، تمام؟ يعني بدي إياها تعمل لي مومنت هيك. هاي كيف تعمل لي مومنت هيك؟ إذا كان سهمها زي هيك، إذا كان سهمها زي هيك تعمل لي مومنت زي هيك، فبصير متزن. فبالتالي هاي القوة عرفت إنها كومبريشن، فبالتالي إذا هاي لفوق وهي لفوق مشان يصير الجسم متزن بخلي هاي لتحت، خلي هاي لتحت. هذا الشيء شرحناه بأول زوم. فبالتالي عندي هاي القوة CE وهاي القوة BD، تمام؟ القوة CE compression وقوة BD tension. يلا معي، بدنا نوجد مقدار القوة. خذ المومنت عند أي فورس مجهولة، يعني خذ المومنت عند C تساوي 0، راح تحكي لي 20.4 زائد 0.525.65 بدها تساوي، يعني ناقص كذا يساوي 0، بدها تساوي BD في كم؟ 0.4. بتطلع مع قيمة BD، خلنا نحسبها شوي، بتطلع مع 32.5 كيلو نيوتن. هاي ما لها BD tension، اكتب عندها tension. طيب سيجما أفو تساوي 0، بتطلع معي CE 12.5 ما لها كومبريشن، 12.5 كومبريشن. طيب احنا لهون عرفنا، طلعنا قيم القوة، طلعنا قيم القوة بي دي، خلينا نكتبهم هون، 32.5 تنشن والسي اي تساوي 12.5 كومبريشن، تمام. هسه بدي اوجد الستريس، نورمال ستريس، الستريس الفورس على الاريا، ستريس بي دي بده يساوي الفورس على الاريا 32.5 على الاريا. الاريا كم مساحة المستطيل؟ راح تقول لي 8 × 36. طب انا بحط 8 × 36، بقول لك غلط. طيب ليش غلط؟ ما هي مصحة، خلص ما هي مساحة، مساحة الوصلة. بقول لك بس تنساش انه في براغي، واحنا بنشد الجسم. تخيل انك الجسم زي هيك وانت قاعد بتشده، طلعتك تشده تشده تشده، البراغي راح تنكسر، البراغي راح تنكسر، تمام؟ راح تنكسر. فاللي بصير عندك انه الاريا بطرح منها، بطرح من الاريا قطر البرغي في حالة التنشن. اكتبها ملاحظة مهمة جدا، بس بالتنشن، تنشن بطرح قطر البرغي من المساحة، تطرح قطر البرغي من المساحة. ليش؟ لأنه إحنا كل نشده رح البرغي رح يعمل لي ثقب. طيب ليش أنا بطرح قطر البرغي؟ ليش ما بطرح مساحة البرغي كاملة؟ لأنه حكينا قبل شوي مثل البيرنج، لو عندي زي هيك وهذا لجوبة فات، يعني بسبب شركة درسونها، نتخيل أنها فات لجوبة، إحنا هاي بنشوفها مستطيل، تمام؟ بنشوفها مستطيل، فبنطرح قطر البرغي. فقطر البرغي من إيش؟ أكيد من الكبير، يعني نشرحها 8 × 16 بطلع معي سالب، لا أكيد من الثيكنس، مش من الثيكنس، تطرحه من الوايد، من العرض، الرقم الكبير وايد ورقم الصغير ثيكنس. يلا معي، راح تكون الاريا 36 × 16 × 8. طيب في شغلة كمان نسيتها، شو هي؟ هاي الوصلة سي اي اي بي سي، صح؟ راح تقول لي موصول الوصلة من هون، موصول الوصلة من هون، كم وصلة عندي؟ 2، بضرب 2، كم وصلة عندي؟ بحط عدد الوصلات، فبطلع عندي هون الستريس. طيب في حالة الكومبريشن سي اي راح تكون عندي الفورس 12.5، الكومبريشن انا بضغط البرغي مستحيل ينكسر، فايش بتكون الاريا مباشرة؟ 36.8. كم وصلة عندي؟ 2، بضرب 2، تمام؟ هذا السؤال. طيب بلشت من 5 بس مسجل ريكورد، وراح تنزل ان شاء الله على اليوتيوب او على جوجل درايف. طيب ف
ثواني بس. طيب هاي بحالة نورمال. هسه لما نمشي لقدام بالمات راح يطلب مني شير وبيرنج، احنا نشرحه هسه، ليش نضل نشرح من عيد؟ ليش هاي؟ هسه هون نورمال ستريس، هاي شوف كيف حلوه. طلع تشوف انه فرض اول شيء الفورس اللي تحت وبعدين طلع معها سالب والسالب عكس الاشاره، غلب حاله. ليش انا اغلب حالي بالاتجاهات؟ خلص انا قلت لكم كيف تعمل الاتجاهات. طلعت مع بي دي تنشن وسي اي كومبريشن. لاحظ انه بالاريا، الاريا لللينك الواحد هاي البرغي، هاي الثيكنس 8، وهي طرح قطر البرغي بحاله التنشن، اضرب باثنين لانهم تو لينك تو لينك. ام بحاله الكومبريشن ما طرح شيء، وضرب باثنين لانه تو لينك. طيب خلينا نمشي بالاسئله. مثلا هذا السؤال قال لي اللينك اي سي، اللينك اي سي has a uniform rectangular cross section 8 inch يعني and 1 inch wide. يعني هاي الوصله، الوصله اي سي، الوصله اي سي الثيكنس لها 1/8 والوايد لها كم؟ 1. والفورس لما تاثر عليها سواء طلعت تنشن او كومبريشن راح تكون المساحه، مشان كده رسمها 3 دي، راح تكون المساحه كم؟ 1/1/8. تمام، الاريا 1/1/8. طيب يلا معي بدي اعمل فري بدي ديجرام لهذا الشكل، هذا الشكل فري بدي ديجرام له. بفرض الاي سي هيك وصله، شايف؟ وانا باخذ الفري بدي ديجرام للجسم هذا المربع بس. ليش لا اخذ؟ كثير ارسام هاي كثير فيها. فلما اخذ لهذا عندي الجسم بي عليه رياكشن بي اكس بي 1. طيب الله يعافيك. في عندي هون فورس 1220 قصدي، وفي عندي هون فورس بتكون كمان 120. تمام. طيب هسه شو بعمل؟ استاتيك، خذ المومنت عند بي، حلل اي سي 120 في 2 زائد 120 في 12، بيطلع معي الارقام كامله. بطلع قيمه اي سي، بتطلع معي قيمه اي سي. تمام، لما تطلع معي قيمه الفورس اي سي بروح على السترينث، السترينث بتساوي الاي سي على الاريا. كم الاي سي طلعتها من الاستاتيك؟ خلص انا هسه حليت بسيجما مومنت ومشيت. يعني انا هسه اي غلط عندكم بالماده هاي بصير اغلبها اغلاطكم اغلاط استاتيك مش اغلاط سترينث. والاريا كم بدها تكون؟ 1/8 × 1. ولو كانت القوه تنشن، يعني طلعت مع قوه طالعه زي هيك وكان في براغي، بطرح قطر البرغي. بس هون ما اعطاني قطر برغي، خلص يعني ما بتطرح شيء. هاي هون طلع الفورس من الاستاتيك، خلى الفريبيت جراوند زي ما عملت، والاريا 1/8 بيطلع معي 0.125 بحال الاريا. تمام، هذا السؤال. 3 forces each of B ما لها قيمتها 4، هاي 4 هاي 4 هاي 4 is applied to the mechanism to determine the cross sectional area of uniform branching rod BE. بده الكروس سكشنال اريا للبي اي، يعني انا فعليا بده اياني اوجد الفورس بي اي وهم يعطيني الستريس 100. يعني هيك انت خلص مباشر عندك قانون ستريس يساوي بي على اي. اذا هو اعطاك ستريس واعطاك بي بده الاريا، الاريا لمين؟ للفورس هاي. فانا اجباري اطلع الفورس هاي، كيف بدي اطلعها؟ من الاستاتيك. عندي هاي فصاليه، تمام، هذا الثري بيت ديجرام له. في عندي رولر، في عندي هون في فصاليه، وهاي عندي بي، عندي بي اي. تمام، ايش بعمل هسه؟ بفصل. عندي هاي ار دي، وعندي هاي فورس بي، وعندي فورس هون. بس هاي يا بحطه هون يا بحطه هون، بدي احل زي الكتاب، حطه هون حطه هون. في فورس ثلاثة هون، وفي هاي بي اي، وعندي هاي الرياكشن. تمام، هاي بي اي، هاي بي معطيني اياها 4، هاي معطيني اياها 4، هاي معطيني اياها 4. مسافات معي طلعهم، المهم اني اطلع الفورس بي بس مشان الفصاليه. ايوه حل زي هيك، مجموع المومنت عندي دي قيمه رياكشن سي. تمام، على كل شيء طلع الفورس بي اي بالنهايه. حل السؤال كامل دلاله بي، مشكله. طلع قيمه سي، طلع قيمه رياكشن سي، طلع هون سيجما اوف واي، طلع قيمه الفورس بي اي، خرج طلع الاريا فورس على الستريس، مع الاريا زي هيك. يعني هذا السؤال انتم مش راح تكون فاهمينه بدلاله ستاتيك، بس دلاله سترينث فاهمينه. ليش بالسترينث فاهمينه؟ انا قلت لكم بده الاريا لها، الفورس بجيبها من الستاتيك
تدرس معطوني اياه بجيب الفارج من الاستاتيك فارج الاستاتيك فورس عادي فال عادي بدنا نشرح كل اسئله الكتاب لينك بي دي تحتها واحد بنص يعني نص براغي 3/8 اوجد الماكسيمم فاليو للافرج نورمال ستريس بالبي دي ستريس بالبي دي فبدي اوجد الرياكشن بالبي دي ارجع للاستاتيك فورس تمام فورس فورس حلل وحل حل اذا الثيتا صفر يعني اذا الفورس افقي اذا الزاويه 90 اذا الفورس عمودي يعني مره حلو هيك ومره حلو هيك اوجد الرياكشن واشتغل الفورس بي دي ما تنساش الاريا اذا طلعت الفورس تنشن تطرح قطر البرغي فورس كومبريشن ما بتطرح قطر البرغي في حاله التنشن قطر البرغي حاله الكومبريشن ما طرح كيف اعرف اذا تنشن او كومبريشن؟ باللود شو جاي معه بس انا اللي فهمك اياها الاريا شو تاخذها بس انا هذا بدي اياه منك بس ممكن بديش اعلمكم بس لانكم بالستاتيك اذا بده بالمنبر بي اي اعطيني الاريا له بطلع عليه طلع الفورس بطلع الفورس من الاستاتيك بطلع الستريس سؤال نفسي افهم اسئله اكيد الفورس بي الفورست 100 بدي الشير ستريس ايش هسه الشير ستريس لان هم الحوميين هون صح الحوميين هون لما اظل اشدهم 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 راح ينقبعوا وين المساحه اللي راح تنقبع هاي المساحه صح هاي المساحه كم هي عباره عن 0.6 3 المساحه اللي انقطعت السؤال الأصعب هذا السؤال اللي ما حدا ممكن يتخيله هذا الشكل فعلا صعب تخيله قصدي أشرحه اللود بي is applied to steel rod supported by an aluminium blade يعني في عندي قضيب ماله قضيب ستيل هيو هذا قضيب ستيل رود الرود دائما مدور الرود مدور ماشي ومخطوط على صفيحة ستيل صفيحة ستيل ومحفورين مع بعض بدريل برغي مقداره 12 knowing that the shearing stress 108 بالستيل و70 بالألمنيوم أوجد قيمة بي هسه بيقول لي أوجد أعلى قيمة لبي بس لما يكون عندي زي هيك بيكون عندي أكثر من حالة شوفوا هاي بدي أكتبها ملاحظة لما يطلب أعلى قيمة للفورس وبكون اني بدي اجيبها باكثر من حاله تمام انا عامل ريكورد ولا لا بدي اجيبها باكثر من حاله ف بطلع القيمتين بطلع القيمتين القيمتين لللود تمام بطلع القيمتين لللود وباخذ الاقل طب انت راح تحكي لي طالب اعلى قيمه للفورس كيف بدي اخذ الاقل بس بفهمك اياها لو انت عندك حديد ماشي عندك حديد وعندك فوقي الومنيوم بشكل عام شركه بدي اعتبر زي هيك اعتبره شكل متخلف هسه بحكي لك هسه لما انا احسب كل واحد له قيمه للستريس اكيد يعني مش يعني هسه انت لما تجيب طاوله خشب وطاوله نحاس الاثنين نفس القوه راح يتحملوا نفس اللود يعني لو هاي حطت عليها 100 وذيك حطت عليها 100 حتى لو نفس الاريا راح يكون نفس الفورس يعني ال100 راح ال100 راح تكسر الالمنيوم وراح تكسر الخشب راح تقول لي لا واحده راح تنكسر وواحده لا معناته نوع الماده مختلف فهسه بحكي لي اذا عندي انا اذا عندي منشأ كامل منشأ ستراكتشر كامل ماشي ستراكتشر كامل مكون من شغلتين واحد بطلع لي الفورس اللي بتحملها هذا لحاله 100 والفورس اللي بتحملها هذا لحاله 120 ماشي هسه انا لما بدي اصمم اي شيء بالحياه اي منشأ خاصة انشائي انا بديش يفشل فيه ولا شيء يعني انا ما بدي اني احط لود 100 اصمم انه خلص اصمم هاي على 100 اصمم هاي على 120 بس اذا اجى لود 110 هذا يفشل ويخرب المنشا يعني تخيل عندك بوسكليت
الجنزير بتحمل قوة 100 بس البدلات بتحملوا 120. طيب انا هسه حطيت لود 110، مش الجنزير بده يفلت؟ طب انا شو استفدت، شو استفدت من الهاي؟ لا، عشان هيك انا بدي اصمم انه بحيث يتحملهم الاثنين. فانا بالتالي اعلى لود ممكن، اعلى لود ممكن احطه على هذا المنشأ هو اللود الاقل. يعني تخيل حطيت لود 97 الاثنين بيمشوا، حطيت لود 98 الاثنين بيمشوا، حطيت لود 99 الاثنين بيمشوا، حطيت لود 100 الاثنين بيعيشوا، حط لود 101 هذا بيفشل بينكسر، اذا انكسر خرب المنشأ. فايش اعلى لود وصله؟ اعلى لود هي ال100، اعلى لود هي ال100 فعلا هي اللود الاقل. يعني انا بقارن دائما مع القوه الاقل، فلارجست لود هي ال100. تمام، هاي اول شغله بدي تفهموها. اذا عندي اكثر من حاله، اذا عندي اكثر من حاله لللود باخذ اللود الاقل. ليش؟ لانه انا بتخيل الجسم ما بده يفشل. يعني هاي الالومنيوم وهاي ستيل، لاحظ انه الالومنيوم تحمل 100 والستيل 120، لو احط لود 101 الالومنيوم بوقع. طب انا شو بدي فيه يوقع؟ انا بديش يوقع. طيب حل السؤال هذا، قلنا عندي هذا رود، الرود دائما مدور هذا الشكل، لو تطلع عليه من فوق بال 3D راح اشوفه فعليا دائره زي هيك. هي هي الالومنيوم اللي فوق ودائره من جوا ماشي ونازل لتحت، مش هقدر ارسمه. انت هيك هذا الشكل راح تشوفه. فانا تخيل انك يظل يوقع يوقع، يظلك تشد هذا، هذا ظلك تشده، ما هي الفورس هي هون، ظلك تشده راح يوقع هيك ماشي، راح يوقع. فايش اللي طبعا بوقع بالمساحه هاي يعني شايفينها. فلما يوقع المساحه اللي بتتاثر هي عباره عن محيط الدائره، المساحه اللي بتتاثر محيط الدائره. فالاريا بدها تكون المحيط، المحيط هي باي او 2 باي ار او باي في دي يعني، وايش مضروبه بالثيكنس، يكون معطيني ثيكنس معين. يعني هسه لما تحل السؤال هذا لاحظ انه باي في دي في تي. طب ليش اخذ باي في دي في تي؟ هو الشكل انا شايفه مستطيل. ليش؟ بكل بساطه لانه الشكل هو عباره عن دائره. والشيء اقول لك اكبر مثال، تخيل القلم حاط الغطاي، لما تظلك تشد الغطاي، تظلك تشد الغطاي تشد الغطاي، مش الغطاي بتفلت، الغطاي من وين بتفلت؟ بتفلت من المحيط. هاي انت هسه دائما انك ماسك قلم، ظلك تشد الغطاي، مش الجزء اللي بفلت اللي هو الدائره اللي جوا بس، راح تقول لي اه، راح تقول لي اه. فمشان هيك المساحه حاليا هي هي المحيط. طيب بعطيكم مثال اوضح، اعطيكم مثال اوضح. هيك لما ينكسر بينكسر المحيط هذا بس، فهو عبارة عن الدائرة باي، محيط الدائرة باي في دي او 2 باي ار في الثيكنس، وهاي وهذا هذا هو كامل اللوك. هاي هي المساحة، وصلت شغلة المساحة هاي بهذا السؤال؟ بس هي مش واضحة، هي مش واضحة بس مش مشكلة. طيب هو انا عندك خشب وحديد اثرت عليهم بفورس، الاشي اللي راح ينقبع عندي ايش؟ مبيني هاي، هاي راح تنقبع، ظل الشداء راح تنقبع الحديد، ف 1006 المساحة، 1000 دبليو 1006 هو ده قيمة 1000. طيب في كثير امثلة بس خلينا نجي مثال، هذا المثال تذكروا حليناه، بس بدنا اياه اذا طلب مني شير او بيرنج. هسا النورمال ستريس حليناه، هسا طلب مني اوجد الشير ستريس بالبرغي بي، اوجد الشير ستريس بالبرغي بي. حكينا دائما الشير ستريس بالبرغي كم مساحته؟ باي على 4 دي تربيع. دائما اي شيء بشوفه برغي باي 4 دي تربيع. طيب الفورس، الفورس طلعناه هون 32.5 قبل شوي حليناه، وهاي 12.5 بالبرغي، ما بيهمني تنشن او كومبريشن. فالبرغي الستريس له، الفورس عندي بالبي دي هو بده افرج نورمال ستريس عند بي، عند بي يعني الفورس 32.5. الاريا باي على 4 في دي تربيع، كم الدي؟ الديمتر اعطاني اياه 16. بس لاحظ انه عندي انا ايش؟ وصلتين، يعني البرغي هون دبل شير زي الرسم اللي رسمناها اول شيء، زي هيك زي هيك. هاي هاي طلع
هاي الأولى والثانية من الجهة الثانية، وهاي اللي طالعة منهم هي الثالثة. هاي الرسمة هي هاي، فهاي عبارة عن إيش؟ عبارة عن دبل شير، فبضرب باثنين، تمام؟ الأريا باثنين. الأفرج بيرنج ستريس آت بي إن ممبر بي دي، طالب منك البيرنج ستريس بالممبر بي دي. هاي البيرنج ستريس هون بحدث من البرغي هذا، صح؟ فإيش بأخذ أنا؟ بأخذ ديميتر البرغي اللي هو 16، أنا بحكي عن الأريا بس، الأريا البرغي 16. وايش الثيكنس بوخ؟ بوخ ثيكنس بي دي، ثيكنس بي دي. ايش ثيكنس بي دي؟ 10. لا ثيكنس بي دي 8. كم برغ كم انا عندي واصل؟ واصل باثنين، بضرب باثنين هاي الاريا. طيب الاخيره بده البيرنج ستريس للوصل اي بي سي، البيرنج ستريس للوصل اي بي سي كم ثيكنس اي بي سي؟ ثيكنس 10. وكم البرغي؟ 16. وكم وصلة عندي أنا ABC؟ عندي واحدة، فالأريا هي 10 في 16. نشوف أنا هذا الشيء حكيته ولا لا. يلا نيجي مع بعض. الشير باي على 4 دي تربيع وضرب 2 لأنه وصلتين. البي دي، البي دي ضرب 2 هيو، أو قسم الفورس على 2، والمساحة أخذها 16 في 8. أما البيرنج ستريس بالـ ABC 16 في 10. هاي كيف تأخذ المساحات بالوصلات. إذا طلب منك شير ستريس دائما خذ باي على 4، اذا طلب منك بيرنج ستريس تاخذ الديميتر في الثيكنس اللي بليت اللي بده اياه، اذا طلب ثيكنس بي دي، اذا طلب وصل بي دي باخذ ثيكنس بي دي، الثيكنس له الرقم الاقل، دائما الرقم الاقل. طيب في مثال، في مثال كان الدكتور جيبو يعني اعتبروه متوقع. هذا المثال، هذا المثال الدكتور كثير جابه، قال لك اوجد الشير ستريس بالبرغي عند A، اوجد الشير ستريس بالبرغي عند A. طيب قال لك اذا البرغي C لك هذا هيك شكله والبرغي A هيك شكله، طبعا كثير كثير مش واضح بس الله بين يعني شو بدنا نعمل. الاحظ انه كثير السؤال مهم، لانه هذا الفورس هاي كيبل تكون تنشن زي هيك صح، وهاي في عندي رياكشن على Y، فين الرياكشن على اكس. خذ سيجما اف اكس بطلع قيمه الرياكشن، او خذ سيجما مومنت عند الاي بطلع قيمه الرياكشن. لاحظ انه هون راح يطلع معي تو رياكشن هون، فايش الفورس اللي باخذها؟ باخذ القوه المحصله، فاهمين؟ بتاخذ القوه المحصله. طيب الاريا، الاريا هون شو باخذها؟ باخذ طلع هاي وصله وهاي وصله وهاي ثالثه فيهم، معناته ايش هاي الفورس؟ دبل. اما هون وصله واحدة وصله واحدة، هون الشير ماله سنجل، يعني هون بضرب الاريا باثنين وهون بضرب الاريا بواحد. فهيو لما حل الفورس لاحظ انه الفورس اللي اخذها عند ايه؟ اخذ المحصلة، وهي الدبل شير وهي السنجل شير، فهون قسم الفورس على اثنين او انه ضرب الاريا باثنين. بس انا الفكرة انه كيف توجد المساحات وانتبهوا على القوة المحصلة، هذا سؤال سنوات برضه. طيب فعليا هيك اسئله الوصلات انتهت، يعني تقريبا اهم شغلات بالشابتر خلصت. المائل مش مهم، ظل شغله بسيطه يعني بنشرحها بالمراجعه الجايه مع شابتر 2. هذا في عندك ثلاث براغي بنكسروا فبتضرب بثلاث. ايوه قسم على ثلاث، هسه يا بقسم اللود على ثلاث يا بضرب المساحه على ثلاث، نفس الشيء. بس يعني هاي الاشكال يعني ما فيش داعي كل تحلوا كل اسئله الكتاب، لانه في اسئله بتنحلش، يعني هذا بالنسبه لي ما بعرف شو احله. هون تركزوا على هذا الشيء، هذا كثير كثير مهم. طبعا هذا السؤال فيه خطا، كثر ما كثير يسالون عنه، هذا السؤال فيه خطا بالديميتر، الديميتر هاي هون بتغير 5 على 8. طيب لما يكون عندي وصله زي هيك، قلنا هاي الوصله نبدلها بقوه، وعندي هون فورس، وعندي هون رياكشن افقي ورياكشن عمودي، فهون الفورس شو راح يطلع معي؟ عندي فورسين، فباخذ القوة المحصلة، جذر الواي تربيع زائد الاكس تربيع. لما احل يعني لما اخلص لما بدي اعوض الشير ستريس عند بي. لانه بالدوسية الشغلات اللي انا يمكن ما بعرف احلها هون او اشرحها بتلاقيها هناك. دوسية هاشم جدا ممتازة، انا بنصح فيها، صدقا بنصح فيها، لانه اغلب الاسئلة اللي هون موجودة وبالمصادر الثانية بالكتب هاي برضه موجودة. دوسية هاشم بنصح فيها بقوة كمان. يعني هذا السؤال قال لك اوجد قيمه بي، اوجد قيمه بي، فايش لما قال لي اوجد قيمه بي؟ بدي اطلع، شوفوا
هاي كثير مهمة، طلب مني أوجد قيمة B. فأنا عندي كم حالة؟ في عندي B من النورمال بجيبها نورمال ستريس، وبجيب B من الشير ستريس للبرغ B، ومن الشير ستريس للبرغ C. إذا C أو A واحد منهم قطر مختلف، بدي أطلع قيمة لبي، وبدي أوجد قيمة لبي من البيرنج. فعندي أنا مثلا أربع قيم لبي، أي قيمة أخذ؟ وأخذ الأقل. شوفوا حل السؤال بدلالة بي، حل السؤال بدلالة بي، طلع 3 forces، أي force أخذ؟ طلع أخذ في عندي 0.3 و 0.4 و 0.3 و 0.8، أي واحدة أخذ؟ أخذ 0.3. ليش أخذ القيمة الأقل؟ قبل شوي حكينا، قبل شوي حكينا ليش. كيف بنحل السؤال؟ السؤال بنحل static عادي. بس شو الفكرة؟ هو المحصلة لا ننساها لما نأخذ الديميتر عند بي، لما نأخذ الاريا لبي لا ما ننسى الديميتر. رجاء الفيديوهات اللي على اليوتيوب نازل القديمة هذا السؤال محلول بالتفصيل، يعني محلول بأرقام وهيك. هذا السؤال نفسه، هذا السؤال نفس الشيء، انتبه انه فيه وصلتين فبضرب باثنين وبحل نفس الطريقة. طيب هيك لما يكون عندي زي هيك آخر شغلة، بس لاحظ انه هنا A، يعني احنا هذا الشكل الاصلي بس بيعطيني اشكال ثانية مشان اشوف اذا هو سنجل او دبل شير. لاحظ البرغ A ثلاث وصلات صح، فايش هذا؟ هذا دبل شير، بضرب هنا الاريا باثنين. عند B نفس الاشي، A B وصل من هون ووصل من هون، وهذا بالنص واصل بينهم، بضرب باثنين. تمام، يعني متى بضرب باثنين؟ لما يكون عندي زي هيك اشكال. طيب في شكل انه بضربش باثنين، بكون واضح معي راح الاقي هون، زي هون. لاحظ انه لو طلب عندي الشير ستريس عند سي راح اضرب باثنين، واحد اثنين، وهي وصله طالعه منهم. بس لاحظ عندي او بي بس وصلتين موصلات ببعض، فبضرب بواحد، بضرب بواحد. بس هون بضرب باثنين، لو طلب مني الشير ستريس يعني باي على اربعة دي تربيع. طب كيف بدي اجيب الفورس؟ هاي فورس، هاي قوه ما بعرف كيف اتجاهها، وهاي قوه ما فيش اي شيء افقي، ما بعرف كيف اتجاهها. طبعا ما بفرق او تنشن او كومبريشن، فاذا هاي بحطها هون مومنت بدي كان يكون هاي اتجاهها هيك، فبالتالي هاي الوصله هيك، هاي الوصله تنشن. اذا بدي نورمال ستريس بطرح قطر البرغي بي او دي، هم نفس الديميتر. حد عنده سؤال؟ خلص الزوم، طبعا ما راح نفوت زوم ثاني، عندي كوز. لانه حد عنده اسئله؟ حد يسال بالدقيقه هاي بفتح زوم بس مباشره بعديها سريع. اللينك للكتاب انا هسه ببعثه على جروب، على الجروب ان شاء الله، لانه مش راح الحق اجيبه صراحه. الله يعافيك يا بدرنا.